سلام، كيف الأحوال؟ إن شاء الله كامل تكونوا بخير يا رب. مرحبا بكم في قناة فضاء أمينة ديزات. اليوم ديتكم معايا لتحويسة خفيفة على الطبيعة، طيبنا وكما راكم تشوفوا يعني جو يعني ما شاء الله ربيعي، شميسة الله الله. ديت معايا الحوايج هذوم، يعني كي الخرجة هذه ما كانتش الحسبان، دينا شوية سكر شوية ملح شوية زيت، الحوايج اللي رايحين نستعملوهم، وفلفل وطماطم وثوم رايحة نطيب بهم الحميس، وكسرة خبزناها جديدة، وشوية لحم وشوية خبز اللي يحب يأكل بالخبز ما يأكلش بالكسرة. ورايحين نديو معنا القهوة، رايحين نطيبوها على النار. هذه القهوة اللي نطيبوها احنا ديما. انا بعد ما ركبنا في الطوموبيل خرجنا، يعني رايحين البلاصة هذه اللي رايحين ليها، لهنا هذه طريق تاع ابن باديس يعني الهرية، والبلاصه اللي رايحين نقعدوا ليها تقريبا تقدروا تقولوا يعني في واد حبابه ولايه سكيكده، يعني هي ما بين ولايه سكيكده وقسنطينه. يعني شوفوا الجو هذا كيفاه، يعني ما شاء الله والدنيا بدات تخضر. هنا كي طول الشمس يعني نسا كامل نحبوا نخرجوا ونحبوا نتنفسوا يعني شويه نبدلوا شويه جو. لان هذه الهرية بعد ما خرجنا منها يعني والناس كامل كي تطل الشمس يعني تلقاهم عائلات عائلات يعني ما شاء الله يعني في الطريق يعني. وهذا المكان ديما نروحوا له يعني في الصيف ولا في الشتاء، يعني كي يعني بلاصه مليحه وكالم ومعروفه، يعني ماشي يعني الانسان يروح لبلايص يعني ما يقدرش يقعد وحده. يعني شوفوا يعني كيف الطريق تاعها كيفاه، لان مازال يعني ما ربعتش، وشوفوا كيف البلاصه نهار تربع يعني روعه روعه. ولكن كسبت يعني في الربيع وكي نزيد نروحوا لها نزيد نصورها لكم تشوفوها كيفاه. نحب ديما ننوع لكم في القناه تاعي، يعني ساعه طياب ساعه روتين ساعه خرجه. كما راكم تشوفوا لنا وصلنا للبلاصه اللي رايحين نحطوا فيها يعني. لهنا بابا يعني شعل النار اللي رايحين نطيبوا عليها، يعني شوفوا يتذكر الانسان ايامات زمان. لهنا حطينا الحميس يعني الفلفل والطماطم يتشواو باش نخلي نحطهم في كيس ونخليهم يعني يعرقوا باش نقدر نقشرهم. لهنا حطيناهم كيما راكم تشوفوا. لهنا رحت عند خاوتي الصغار، راحوا معانا يعني، لان شو الاشجار هذا تاع البلوط يعني شوفوا البلاصه كيفاه روعه عجبتني. هنا خويا نحاش في بلاط، يعني هذا يتقلى على النار يعني يجي روعه. لهنا حطيت ما حطيب قهوه، انا كما قلت لكم يعني في المساء يعني وحنا نشربوا الحليب والقهوه لازم يعني ما العشيه. لهنا كما نقول لكم يعني قهوه وحليب على النار يعني لها نكهه خاصه، يعني اللي يعرفها يعني يقول لي يعني صراحه طعم يعني وحده. فرق يعني بين طيبي على النار وفرق بين طيبي على الغاز، يعني اختلاف كبير. انا حطيت مع الحليب والقهوه تحطهم في الترموس باش يبقاو سخونين. ولهنا جيت يعني نقشر يعني الحميس ونحطه على النار يطيب. لهنا الحميس تاعي انا ما نغسلوش، يعني نقشروه نحيلو الكحال تاعو ونقطعو نورمال. لهنا قاعده نخدم ومقابلة الطبيعه يعني ما شاء الله. ديما في الكوزينه تشوفوني نطيب، الخطره هذه راني قاعده على الطبيعه. لهنا الفلفل درت غير الحار يعني وماهوش حار، ما جاش حار.
ولهنا الثوم ثاني شويته يعني، نحط له شويه ملح وشويه زيت ونحطوه يطيب. ثم الانسان كيعود حيخرج في يحضر روحه من قبل بلي وخارج رايح يحوس ولا ويرتب الخرجه هذيك وكلش، كي تجيك على غفله المهم تقولي نخرج وخلع، كي تشوفي الشميسه كيما هكا تقولي نخرج وخلع. كيما راكم تشوفوا لهنا هاني ندير في الثوم، نحط شويه ملح وشويه زيت ونحطوه يطيب. كيصفي الزيت تاعو نطفيه، حنقول لكم نطفيه وعلاش تو كيف نحيوه، الحميس يعني يبهوتو كيصفي زيتو. لهنا نعرفو بلي سي بون يعني نحيوه. لهنا جيت نشرب قهوتي وحليبي على الطبيعه، الله الله. لهنا الحميس بعد ما طاب يعني نطفي عليه، يا هاني بقيت سيكل بس نطفي عليه سمحوا لي نفرغوا يعني في الوعاء هذا، يعني لأن ما درتش حسابي باش نجيب صحن ولا ديت هذا الوعاء تاع البلاستيك حطيته فيه. لهنا قلت نوض يعني نكسل شويه رجيلاتي، لعبت مع خالتي صغار شويه. لان الهدف يعني هما الاولاد الاكثريه هما اللي يفرحوا، يعني كما راكم تشوفوا كانوا في عطله ويعني ولاتهم يعني الشمس يعني يخرجوا يعني يحوسوا يعني يبدلوا هما ثاني شويه جو. لهنا كان خويا يقرا في القران، ولهنا حطيت ما شويه الفحم باش يعطي النكهه في اللحم تاعنا كي يطيب. لهنا المقله كانت شوي صغيره، لانا ولات حطت يعني حطت على المشوى يعني قلات كاك وحطت في المقله، ومن بعد نحات المقله ولات حطت مكاك، وكان راح شويه الحال بدات يعني الشمس تغرب كما راكم تشوفوا. هذه هي يعني الاجواء البسيطه كما قلت لكم، يعني ما كانش الانسان محضر روحه ولا لهنا ما صورتش يعني كيفاه سكالوب ولا راح الحال. لهنا سما يعني مروحين لهنا، كانت يعني الشمس بدات تغرب. لهنا بدينا نهزو في الحوايج نحطوهم في الطوموبيل ونروحو نزيدو نضربو تحويسه خفيفه هكا ونروحو نروحو للدار بعد ما غيرنا جو يعني وفرحنا وضحكنا ولعبنا وكلينا. لهنا كيما راكم تشوفوا لهنا شوفوا الطريق يعني ما شاء الله، يعني لهنا تقي المكان ما في الصيف تقيه بارد وتقي الجو يعني الشمس صح يعني هكا تشوفوا يعني ضاربه يعني بس تقيو ديك الغيامه هكا جايه راكم تشوفوا في الكاميرا كيفاه زرقاء يعني هكا مغيمه. لهنا هاد الشجيرات تاع الساسنو كاين اللي نحيو فيه، ولهنا يعني كاين يعني في هذه التقي يعني واد، يعني الدنيا يعني ناشفه يعني ما صبتش المطر الخطره هذه خلا، يعني حسيت روحي يعني في الربيع. لان كما راكم تشوفوا لهنا البلاصه دي كانت كي ساعات نروحوا ليها يعني في الشتاء ولا تقيها تجري بالميمان، يعني ما صبتش يعني النو يعني ناشفه. ربي يرزقنا المطر يا ربي. لهنا شوفوا البقره كيفاه زرعا، يعني هاد يعني البقر تاع الجبل يعني يقولوا لهم كيما هكا. ويعني كيما راكم تشوفوا لهنا غربت الشمس يعني لان مروحين في الطريق يعني
الانسان بعد ما غير جوه يروح لدارو اكيد. وساعه ساعه باذن الله يعني كاملين نخرج ولا نصور لكم، وانتم هكا يعني كما قلت لكم كاين اللي ما يخرجش وكلش. لهنا وصلنا الى نهايه الفيديو تاعنا، ما عليا غنقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخرى. مع السلامه.